من أهم القيم اللي كل واحد محتاج يدركها هو إن الحفاظ على النعمة بيحتاج لتحمل المسؤولية، وتحمل مسؤولية النعمة بنفس راضية ده نوع من أنواع شكر النعمة، بل وعامل مساعد على الاستمتاع بالنعمة. ومن التصرفات البشرية اللي بتفسد على الإنسان جمال النعمة هو السأم والتذمر بعد الحصول عليها، فتبقى طالب متعتها دون الرغبة في تحمل مسؤوليتها، فيبقى دعا فاستجاب الله فاشتكى، فكانت النعمة اللي يا ما كان بيتمناها بقت سر شقائه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. كان بيدعي قوي يا رب اديني الحاجة دي، ادهاله فحس إنها حمل عليه. بعد ما اتخرج كان بيدعي وهو مش مصدق إن ممكن ربنا يشغله في الشركة الكبيرة دي اللي محدش بيشتغل فيها غير بواسطة، وكانت واسطته ربنا. الطبيعي شركة كبيرة يعني مرتب كبير، بس يعني شغل كتير كمان. فلما يتسأل أخبارك إيه في الشغل، تقعدش تقول تعبان، ويقعد يتكلم عن ضغط الشغل. أولا طبعا ربنا يتقبل منك التعب، بس اللي عايز يعمل حاجة مختلفة في الأماكن المميزة طبيعي يكون في مستوى تاني من المجهود. فخلي حمد ربنا لما حد يسألك على أمنية كبيرة اتحققت زي الشغل في شركة كبيرة، خلي حمد ربنا في لسانك أكتر من الشكوى. أو اختار مكان نمطي بسيط مرتبه صغير ما فيهوش أي ضغط. كم مرة حلمتي ودعيتي بحتة عيل يملى عليك الدنيا، وكنت بتتمنيها كل ما تشوفي طفل في حضن أمه، جت العيال ومالت عليك الدنيا، وراحت أول أيام الفرحة بالبيبي الجديد عشان تبدأ مرحلة تانية من مسؤولية التربية عشان تطلعي نفوس سوية، وهي الجنة تحت أقدام الأمهات دي مش ليها تمن برضو؟ فلما تتسألي أخبار عيالك إيه، ما تقوليش مكفرين سيئاتي أو مطلعين عيني، سمعينا الحمد لله الأول، سمعينا إن أنتوا مستورين وربنا يخليهم لي منورين عليا دنيتي. على فكرة دي الحقيقة، هم منورين دنيتك وانت حاسة بكده، فبلاش لسانك يسبقك بالتذمر من النعمة اللي ياما دعيتي بيها. فاكر لما كنت بتدعي امتى ربنا يتوب عليك من شحطات المواصلات؟ اهو ربنا رزقك بعربية مناسبة ليك، او عربية احلى مما كان يخطر على بالك. اخبار العربية معاك ايه؟ ما تقولش قطع الغيار نار والبنزين غلي. انا موافق اللي انت بتقوله، بس سبق بالحمد لله ان اعطاك فوق ما كنت تتمنى. واعمل زي سيدنا رسول الله لما كان يتسأل على حاجة يقول الحمد لله على كل حال. انت عارف فكرة التذمر بعد النعمة اللي كنت بدعي بيها وصلت للحج. فاكر لما كنت كل ما تشوف الكعبة في التلفزيون عينك تدمع وانت شايف زحمة الناس كده، وتفتكر قول رب العالمين فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، تقول يا رب اجعلنا منهم نروح هناك. حجيت، رجعت صحيفتك بيضاء، اخبار الحج ايه؟ خد بالك بتقعدش تقول اخلاق الناس وحشه قوي والدنيا زحمه ومشقه. استنى، مفيش معنى روحاني كده تكلمنا عنه الاول قبل ما تشتكي من زحمه الحج؟ ما هو اصلا الحج يعني القصد، ان تستطيع ان تحافظ على قصدك الله في وسط زحمه الناس من الثقافات والاخلاق المختلفه. امال ازاي ترجع وانت كيوم ولادتك امك؟ فتعالى مع بعض كده ايه نفتكر المعنى ده. لما تدعي بدعوة ربنا يستجيب لك ويديك نعمة ليها مسؤولية، هذه النعمة بأن تشكرها وتتحمل مسؤوليتها بنفس راضية. ولما حد يسألك عن النعمة اللي انت بقالك سنين بتدعي بيها وربنا اديها لك، ابقى اشكر ربنا من قلبك قبل ما تشتكي من مسؤولية النعمة دي. وهنا سيدنا النبي يقول انظروا لمن هو أسفل منكم ولا تنظروا لمن هو أعلى منكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. لما الإنسان يحس إن هو بيشتكي من النعمة يبقى يبص للشخص اللي ما عندوش النعمة دي حتى لا يزدري نعمة الله ويحمد ربه عليها. فاللهم يا رب أرنا جمال النعمة، وأعنا على تحمل مسؤولية شكر النعمة، واشغل ألسنتنا بالحمد لا بالشكوى.